الدور النهائي لكأس تونس الأصغر سنهم دول 16 سنة جمع البارح في ملعب الشادي زويتن بطل تونس الترجي الرياضي بجاره النادي الإفريقي. وإدارة اللقاء كانت الحكم وسام البريب. نترقب أنه أولادي المردود نتاعهم باش يكون معناتها رفيع ومن أرفع مستوى، علاش؟ خاطر هم مقتنعين معناتها بضرورة جني ثمار خدمة عام كامل، وأنا بصراحة استعملت كامل الكفاءة نتاعي إذا كان موجودة بالطبيعة باش نكون الفريق نتاعي في اللحظة هذه في أتم الاستعداد. واليوم الترجي ما يقلقكمش؟ نعرفوه مليح، احنا سبقنا ربحناه في النهائي في الأداني، إن شاء الله نعاودوا كما الأداني. لعبنا احنا مع النادي الإفريقي قبل وسبق ربحناها في البراج نتاع البطولة. صغير ماك تعرف يربح ماتش يولي تخمام ويهزوا لبعيد. حاولنا من الناحيه هذه برك ركزنا اكثر على الناحيه هذه باش معناها حابين نحضروهم باش يحضروا مقابله كما يلزم وما يحطوش بالهم اللي هما ما شروا كما ربحوا الاخر نجم يربحوا هذايا. هذه هي مع هذا هي التحضير اللي ركزنا عليه اكثر البسيكولوجي اكثر من حاجه اخرى. دربي ماك تعرف كيفاه صعيب، واللي باش يلعب خير واللي باش يركز هو باش يربح. ان شاء الله قلت ربي مركزين وتعبين عام كامل، ان شاء الله ربي معانا ونلعبوا كون حليفنا الكوب. اللقاء بدا اقل من دقيقة لعب، أول كرة للنادي الإفريقي وأول هجوم يجسمه حسام المهذبي بهدف. الترجي صحيح تفاجأ لكنه ما تراجعش وكان جاهز نفسانيا ورد الفعل بقوة. أكثر من 5 فرص سانحة للتسجيل والتعديل ما وقعش استغلالها وتجسيمها بالكيفية المطلوبة، والكرة أصبحت في مناطق النادي الإفريقي. ضغط الترجي تواصل واستماتت الحارس المثلوثي ما تعدتش الدقيقة 24، توقيت فاجئوا فيه عبد الله برويس بهدف التعديل. هدف من الجهتين وأبناء الأحمر والأصفر زادوا في ضغطهم على منافسهم وتحكموا في وسط الميدان وكانوا في كل مرة الأقرب للتسجيل، لكن سوء التصرف في اللمسة الأخيرة حرمهم أكثر من مرة من إضافة هدف ثاني. في حين ما تعداش رد فعل الأفارقة بعض المحاولات الفردية عن طريق محمد حاج علي حتى نهاية الأربعين دقيقة الأولى. خذت ربي باش نكملوا نلعبوا على المستوى لعبنا بيه برومي تون. دوزيام تون باش نحاولوا نلعبوا أوفنسيف أكثر، خطة هجومية أكثر، إن شاء الله ماركي ونرق. في الشوط الثاني رجع الترجي من جديد وبادر بالهجوم وكاد يسجل هدف ثاني عن طريق محرز العرعوري في مناسبة أولى قبل ما يحاول اسكندر مراد والغيني مامادو باري. الأفارقة تراجعوا للوراء والترجي واصل في فرض طريقة لعبه والسيطرة أصبحت في اتجاه واحد للأحمر والأصفر، لكنها ما تجسمتش بهدف الانتصار حتى نهاية الأربعين دقيقة الثانية، وكان لابد من اللجوء إلى ضربات الجزاء للكشف على اسم الفائز بالكأس. المبادرة للأفارقة وحسام المهذبي يسجل. محرز العرعوري من الترجي يضيع. جمال الحومة يسجل ويعطي الأسبقية للأفارقة. محمد بن نور من الترجي يسجل. كريم السعيدي من الإفريقي يضيع. نعيم قويدري من الترجي يخفق ويضيع فرصة التعديل. محمد حاج علي يسجل. محمد بلال جبنون يسجل. ومحرز العواني يسجل رغم محاولة الحارس الجايجي. أربعة مقابل اثنين للإفريقي والفرحة بالتتويج كانت كبيرة. فرحنا برشا وعدينا ماتش باهي وربي معانا وربحنا وما ضيعناش بلانتيات، لعبنا خير منهم تحكمنا في عصامنا وربحنا. ديما حاضر في ضربات جزاء هذيك مهمتي، لازمني نشد على الاقل زوز ولا ثلاثه. هنيئا لاصاغر الافريقي بكاس تونس ومبروك لابناء الترجي ببطوله هذا الموسم.